في إطار تتبع نفوق الحيتان على الشواطئ المغربية، عندنا واحد شبكة ديال الرصد ومراقبة هاد التديات البحرية على الشواطئ المغربية. اليوم كاين نفوق ديال واحد النوع ديال الحيتان في شاطئ وادلاو، وفي إطار تتبع العلمي جينا للمركز وادلاو باش ناخذوا معلومات وعينات في ديال هاد الحوت اللي نافق، باش في إطار الدراسة والتتبع ديال هاد التديات البحرية في الشواطئ على طول الشواطئ المغربية. بالإضافة هاد الظاهرة فهي طبيعية، فهي عادية جدا. نفوق ديال الحيتان ماشي هو مستقر على المغرب، بل حتى الدول المجاورة ولا على النطاق العالمي كاين هناك تتبع ورصد هاد الحيتان من طرف علماء من مختلف الدول اللي توجد على الشواطئ، مختلف الشواطئ البحرية. دابا مازال ما خرج هاد الحوت، مازال ما خرج على الشاطئ، ولكن التقدير الاولاني تيتراوح تقريبا على واحد المعدل ديال 12 متر في الطول، هو من المنتديات البحرية، ولكن معلومات اخرى تتسناو تيخرج باش نقدروا ناخذوهم وعاد نقدروا نشوفوا الدراسة اللي غادي مول الابحاث اللي غناخذوهم من تلقى الدراسة ديال العينة اللي كاينة الان اللي غتخرج ان شاء الله في الشاطئ ديال وادلاو، من تخرج مساعدة ديال المصالح المدنية اللي كاينة في وادلاو.